بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقة أول الأشواط وهو الشوط الرئيسي لفئة المفاريد بكار المحلية من دولة الكويت. هنا المتأهلات في هذا الميدان، هنالك بندقية بانتظار الفائز بالمركز الأول. البندقية الذهبية مقدمة من زيد بن سالم بن دلوان المري، مقدمة للفائزة بالمركز الأول. هنالك مع صدارة الضبي عطية بن مبارك العازمي مع أول المنطلقين، نقلة مباشرة مع ثاني المراكز. هنالك مزعلة أسريع بفهد المهشوري مع ثاني المراكز، المركز الثالث. الله، تصل في هذه اللحظات أقوى المرشحات. هنالك جلمودة عبد الله بن شويمي الهاجري مع ثالث المراكز، المركز الرابع تبارك لعلي بن جابر الشمري مع رابع المراكز، المركز الخامس التواصل في اللحظات من الدانة ماجد بن ناصر العتيبي مع خامس المراكز. إذن أعود مع الصدارة، أعود مع القوة والإبداع، أعود مع التحدي والإدارة. الشوط الرئيسي شوط البندقية الذهبية، حلم الجميع، حلم الملاك، حلم المضمرين. شوط الرئيسي حلم به الملاك، حلم به المضمرين. مزعلة مزعلة مع صدارة الشوط مع سريع بن فهد المحشوري هي الأغرب لناموس هذا الشوط. تهانينا تهانينا وألف مبروك لسريع بن فهد المحشوري على فوز مزعلة وحصولها على البندقية الذهبية في هذا الشوط. المركز الثاني التواصل من الضبية للسيد عطية بن مبارك العازمي، وثالث المراكز التواصل من جلمودة للسيد عبد الله بن شويمي الهاجري. والف مبروك لسريع بن فهد المحشوري على فوز مزعلة، من ازعلت الجميع واختنست البندقية الذهبية للشوط الرئيسي لفئة المفاريد من مسافة 1200 متر الذي اتت لي بهذه اللحظات مع هذا الصباح، صباح الخير والمحبة لانتزاع الشوط الرئيسي هنا في جوهرة الميادين. هنالك المقدمة والصدارة وأول الأشواط وشوط الافتتاح لهذا السن، لسن المفاريد. ذهبت به مزعلة للسيد السريع بفهد المحشوري. تهانينا وألف مبروك لحصوله على البندقية الذهبية.